السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة أو تي بي اتش دي مع فيديو جديد. سوف نتعرف كيف نتجنب بعض المشاكل التي تواجه مستعملي الانعكاس من تقطع فيديو أو صوت أو أي شيء من هذا القبيل. يعني بعد يعني أول مرحلة والتي هي ربط الانعكاس بشاشة التلفاز. طبعا العديد من المستخدمين يقوم بتزويد الانعكاس بالتيار الكهربائي بربطه مع مأخذ اليو اس بي الذي يتواجد في شاشة التلفاز، وهذا خطأ لأنه من الأفضل عدم تزويد الانعكاس بالتيار الكهربائي من شاشة التلفاز، لأن التيار الكهربائي من شاشة التلفاز غير مستقر والذي يجعل الانعكاس يشتغل بشكل رديء. لذلك يتوجب علينا ربطه بشاحن كهربائي للهاتف 1 أمبير 5 فولت. بعد ربطه وتشغيله على شاشة التلفاز نذهب إلى الإعدادات، إعدادات الهاتف لكي نقوم بربط الهاتف بالإنكاست. هناك خاصية سكرين شيرين في هاتفي، ولكن توجد بعض الأسماء أخرى لهذه الخاصية بسكرين ميرورين في بعض الهواتف أو اسم آخر. لقد تم الربط بشكل اوتوماتيكي، ولكن بالنسبه لاول يعني شخص يعني سيقوم باستخدامه اول مره سوف تكون هناك واجهه من حيث يقوم بالبحث عن الانعكاس واختيار والضغط على اسم الانعكاس ليقوم الهاتف بالاتصال بالانعكاس. بعد اتصال الهاتف بالانعكاس وعرض محتواه على شاشه التلفاز، يعني تشاهدون أن هناك اتصال جيد، لا يوجد هناك أي تأخر على مستوى الصورة أو أي تقطع، يعني هناك اتصال جيد بين الهاتف والإنكاست. كما ترون هناك استجابة سريعة كما هو موضح في الفيديو. بالنسبة لملتقط إشارة الواي فاي يجب عليه أن يكون واضحا، يعني ظاهرا وغير مخفي وراء شاشة التلفاز حتى لا تكون هناك يعني مشكلة في الاتصال. هذه من بين بعض الأخطاء التي يرتكبها مستخدم الإنكاس. بالنسبة لي كيف يعني هناك من يسأل على قناتي كيف يمكن اشتغال الواي فاي والفور جي أو ثري جي في آن واحد. طبعا يجب عليك أن تكون قد يعني أن تكون هذه الخاصية مفعلة في هاتفك. هذه الخاصية تكون في تذهب إلى السيتينجز أو إلى الإعدادات وتدخل إلى ديفلوبر أوبشن كما يوضح يعني في الفيديو. إذا لم تجد developer option سوف أريك كيف تقوم بتفعيل تلك الخاصية حتى تتمكن من رؤيتها. تدخل developer option وتذهب إلى هناك خاصية cellular data always active. هذه الخاصية هي تجعل الواي فاي والداتا أي الفور جي أو ثري جي يعملان في آن واحد. يجب عليك أن تتأكد من أنها مفعلة. إن لم تتوفر على خاصية developer option تذهب إلى software info وتضغط على build number أكثر من 3 مرات أو 4 مرات حتى ترى أن الخاصية قد فعلت. بالنسبة لي قد فعلت من قبل. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصلوا بجديد فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.